قالها، لأن القانون العراقي هو يتنافى مع الشريعة الإسلامية بموضوع الزواج والطلاق، ما أعتقد، لأنه هو أنطى الصلاحية وأنطى الحق للرجل بتعدد الزوجات، وهذا قانون سماوي. لربما كان شرط من الشروط أنه علم الزوجة الأولى، وأعتقد بعد التعديل يمكن لغى هذا الشرط اللي هو كان عائق بالنسبة للرجال بموضوع تعدد الزوجات. أما كزواج أول فأعتقد القانون منصف جدا، بيحدد بالمهر الغائب الحاضر وغيرها، اللي الشرع والقانون وكل الديانات اللي فرضت على الرجل هذه المواضيع. موضوع الطلاق إذا تكلمنا عنه، هل هو منصف أو غير منصف؟ أكيد على الرجل التزامات، سواء كانت الزوجة بذمته أو بعد ما يطلقها. إذا كانت بذمته فهو مسؤول عن الأطفال وعنها، رعايتهم، مصرفهم، كل ما يحتاجه. إذا انفصلت يبقى أيضا يسدد بما موجود بذمته من الغايب شرعا مالتها، الغايب اللي هي حقها الشرعي، راح يسددها بالأقساط، وهذا يمكن يا شر. راعي وأيضا الأولاد ما يبقون أولاده، فأيضا مطالب بالنفقة. العزوف عن الزواج ما أعتقد أنه الطلاق سبب موضوع العزوف. العزوف لربما موضوع المادي، موضوع الاقتصادي، موضوع الفكرة أنه الشباب اليوم يفكر يهاجر اللي برا، موضوع سهولة العلاقات. اليوم سهل أسوي العلاقة بواحدة واثنين وثلاثة، ما راح أتزوج. طبعا القانون العراقي من أكثر القوانين إنصافا للمرأة عالميا، وإعطاء حقوق كاملة، كذلك حق الرجل في كثير من الأمور، أنصف في كثير من الأمور، بالأخص التعديل الجديد اللي سابقا كان الزوج من حقه، أنه ليس من حقه أن يتزوج الثانية إلا في أمر الأولى. حاليا تم تعديل هذا القانون، من حقه يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة، هذا من طرف الزواج. ثانيا، ماكو اي عوارض او اي مفارقات بين موضوع المرأة او الرجل بالقانون العراقي. الطلاق الطلاق كذلك، يعني موضوع الطلاق موضوع متشعب، لكن الدين الحنيف والقانون العراقي يعطي المرأة حق تربية الأطفال وحق رعايتهم، وواجب الأب يعني توفير كافة المستلزمات والمصاريف حق الأولاد والزوجة. لا طبعا، العزوف عن الزواج شيء يعني بعيد جدا على القانون. يعني اللي انت انسان يتزوج خويه يفكر انه استقلاليته واستقراره، يعني معقول انسان يتزوج يفكر انه راح يطلق وراح يصير عنده عقبات؟ لا، مو صحيح حقيقة. يعني نحن نعيش وسط مجتمع ذكوري وصادر حقوق المرأة، الكثير من القوانين هي من صالح المرأة العراقية، وبالتالي المرأة حتى في الوطن العربي لم تنل استحقاقها بشكل جيد. هنالك الكثير من الدعاوى المقامة بحق الحصول على النفقة أو الحصول على الحقوق الزوجية، وبالتالي باتت المرأة مهمشة وسط المجتمع. اليوم المرأة مصادرة لحقوقها في بيت والدها، في بيت زوجها، في بيت أخوها، ولا نرى أي يعني إجراءات تكون. ليش المرأة اليوم الرجل ليش كله على الرجل؟ المرأة يعني ما أخذها يا حبيبي. المرأة لم تأخذ حقها. وأستاذ وليد، أنت أكثر من قصة أجريتها وأكثر من لقاء، المرأة تتعرض للتعنيف من خلال القتل والضرب والحرق وبصور بشعة، ولكن اليوم نحن في وسط مجتمع ذكوري قح، المرأة لم تنل أي حقوق لها. تعرف أنه اليوم مجتمع قبلي، مجتمع ذكوري، حتى على مستوى العم الرجل ما مظلوم اليوم؟ أين الظلم الذي يقع على الرجل؟ طبعا هو القانون بصراحة، احنا مو بلد سويسرا، احنا في بلد اسمه العراق، اللي كل القوانين للأمانة هي ما تمشي، وبيها ظلم وتعسف وحسب المزاج. أي يعني أنت اليوم مثلا المرأة تطلق لها نفقة والى اخره، هو هذا من حقه شرعا وقانونا. اما تجي انت للرجل تصعد امام القاضي يقيس على العمل مالتك مثلا، يعني اليوم انت موظف، يعني موظف انت ما ابتليت مثلا، خلينا نحكي بهاي لهجه اهلنا. اما الموظف يقول له فد 200 250، اذا هو الموظف اصلا راتبه 400 450 وقاعد ايجار، وهذا منطلق اكيد راح يريد يفكر بعد بان يزوج مره ثانيه. فمن برا هذا القانون اكيد فلا يفكر بعد بزواج ولا يفكر في شيء. هذا هي احد القوانين يعني اللي تخص الرجال بين المرأة وبين الرجل، خاصة بالطلاق.